اذا هذا واحد المشيده الدين يا السعادة تخون. أربعة أمام الفريق حسن. إذا دخلت مع الكوشا والعريضة. هذا هو التوش. هذه الكرة الماضية. نادي الرجاء عن طريق عبد المجيد الدين لاعب نادي المكناسي سابقا والمنتقل حديثا لنادي الرجاء البيضاوي. شاهد الإعادة عبد المجيد الدين. عبد المجيد الدين يستقبل الكرة يمكن منها لكن خطأ لصالح فريق الرجاء البيضاوي بالضبط. عبد المجيد الدين وكرة مرة أخرى وخطأ لصالح عبد المجيد الدين على مشارف أيضا مربع العملية على بعد 20 متر تقريبا. فرصة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي تأتي في الدقيقة 77. نشاهد أكيد أنه اللاعب عبد المجيد الدين خلق متاعب للدفاع ديال فريق أتلتيكو وهو مختص بضربة ثابتة لأنه سجل الكثير من الأهداف.